رجعنا بعد الفاصل لنبدأ أولى فقراتنا المهمة مع النائب السابق لزقرتي. الله يطول عمرك. كامل عوض مساك الله بالخير. هلا عمي. هذا اللقب بسموه لزقرتي عدل ولا أنا غلطان؟ والله ما أدري عندك أنت عاد لأنك أنت زقرتي. وأنت ما شاء الله زقرتي. تشوف الناس زقرتية. لا عسى الله يسلمك. الله بالخير. يطول عمرك الله بالخير عاد. مساك الله بالخير أبو طلال. هلا نورت عسيف. الله يطول عمرك الله يسلمك. طبعا سمعنا شوية غزل قبل الهواء صح؟ لا لا لا. أبو طلال ما شاء الله أنتم عائلتكم كلها مناصب. تبارك وقيادية الله. تبارك الرحمن هذا الخشب لا إله بخصوص أن لكم عائلة قيادية بس قبل أسألها سؤال خلي أشوف هذا التقرير برجع مرة ثانية معك تفضل أنا وياك الناس فغارة مذبوحين ذبح شوف مشاكل الكويتيات مو كل الناس عندهم مقتدرين إيه ماكو بالدولة إدارة تدير يا تنحاش يا ينحشونها ما يبيله لا تجارة ولا بزنس هذا الكلام حرام يصير في بلد مثل هذا ما كلمت السيد جاسم بدأ ما قلت بلى بس ما يعلمون ما يعلمون المصادر ما يعلم ما يعلم المصادر بس فرح استانس وقال لي كامل أول ما ترد من السفر تسوي مقابلة عندنا قلت إن شاء الله أبو طلال خلينا نرجع الموضوع ما شاء الله نكونكم قياديين اليوم القيادة في عائلتكم شنو فادتكم بالنسبة لمناصبكم؟ والله هي القيادة اختيارنا صرنا كل يعني أنا اللي أشوفه من عيالنا بالذات يعني إحنا ما نوصل بالواسطة إحنا بذراعنا بذراعنا يعني أمانة يمكن أنا تدرجت اليوم الكل يذكر حياتي يوم كنت ضابط ضابط داخلي من نقيب لمقدم أنا تدرجت بالمناصب لما وصلت على آخر الهرم وأنا من كيفي هذا المنصب ما يطلع منه أحد قدمت تقاعد قلت لهم السلام عليكم ودخلت في البزنس بعد ودخلت المجلس رونج سايد يعني ما كان طموحي يعني. أنا طموحي أني أوصل الحقيقة حتى الفترة اللي صارت بالست أشهر اللي بين المجلس وبين اسمه أسعد أيام حياتي تفرغت مع بيتي مع أسرتي مع عيالي لكن صار المجلس في فترة وقدم فيه وطلعت الأول الحمد لله رب وهذا اللي سميته أحلى ست أشهر بحياتك ها حالي سميتها إيه هذه الست أشهر هذه أحلى أيام حياتي الحمد لله بس سمعت أنك تزوجت فيها أبو طلال هذه صدق لا لا متجوز أنا لا متجوز واحدة والله يخليها لي الله يخليها إن شاء الله الله لا يفرقنا المسي عليها طبعا الله يطول أبو طلال اليوم اكتشفنا أن أنت ريال راعي مجوهرات تصمم إيه لو إيش تدراكم هاي مرة كل شيء ندري العصفورة السيف تدري عن كل شيء إيه لا لا إحنا أنا بالنسبة لي يعني تاجر أنا عندي محل مجوهرات من 1990 نعم عندي مجوهرات المبرقعة وعندي العوضي هذه تبيع ذهب المبرقعة وعندي العوضي وعندي مصنع خاص فيني أنا أصمم حق نعم. عندي مصممين وعندي ناس أصمم حق نفسي وأبيع حق نفسي يعني حق الناس بس موديلات خاصة فيني شنو اللي يعجب المرأة الكويتية اليوم بالتصميم الذهب؟ يصير وبيني بيني شبيلة خبرة بس لأن الذهب رأس ماله وايد كبير فالبنت الكويتية ما تدش ما تغامر نعم. في هالمجال إلا في هدوم يعني حتى رأس مال الشركة أو الدكان ما هو مكلف اليوم بعد تضاعفت الأسعار قبل كان الكيلو الذهب 3500 اليوم 12000 و11000 ووصل 16000 فهذا يخلي اللي بيدش يغامر في مشروع ما يدش في الذهب صحيح يعني ما شاء الله تعرف في ذوق الحريم الحين تعلمت والله صار لي 30 سنة أنا وياهم من 90 أو 29 سنة أروح وأنا كنت أقعد في المحل في بداياتي مع أنه ممنوع أيام الداخلية الله يذكره بالخير والله يمسيه دي الوكيل مالله الخرافي دش علي ولا أنا قاعد طالع هو ويا زوجته طالعته كان يقول لي ها تبيع قلت له ممنوع بس أنا قاعد محل أخوي قال محلك أدري بيك أنت ويا أخوك شراء ولكن الحمد لله اليوم يشجعونا بدام مو في مجال عملنا يعني الذهب مو في مجال تجارة تعاكس أو تصير مع شغلنا أو نستخدم سلطتنا فيها بالعكس ما حصلنا أي واحد ضايقنا فيه الحمد بس لله. اليوم تجارة الذهب تمليون تخليه على سر مليونير ولا ما مو وايد ست أصفار وطالع لا مو وايد لا ست اصفار والله ما ادري بيني وبينك ما اعتقد لهالدرجه ما توصل لهالدرجه بس ابو طلال انت اللي داش التجاره يعني انت تعرف الاصفار تقريبا انا صغير بالنسبه للتجار وين تجار اسم التاجر عود
يعني احنا عندنا محلات يمكن عندنا اثنين ثلاث اربع محلات زين، بس مو شغل، مو راس مالها مثل ما يقولون صحيح. ملايين، بس برستيجها سمعتها انك تاجر مجوهرات كبيره. نعم. حتى البنوك اذا بغيت ولا نعم. تبيتي ولا عند الناس خاصه الحريم نعم. زين يشوفونك انت ملياردير او مليونير، لكن الحمد لله الواحد الحمد اليوم لله. ترى واحد يشوف نعم. صحتها، يشوف قعدتها، يشوف بيته نعم. يشوف اولاده، تسوى الملايين هذه كلها. طيب وطلاح انت مجهز اوراقك وراح ندش بالمحاور الاساسيه، احنا لطفنا الجو وضحكنا واستانسنا، حياكم الله. في محاور جدا مهمه راح نتكلم فيها تهم الشارع الكويتي والناس، نشوف هالتقرير ونتكلم معه. حياكم الله. هيئة والحبيب الهيئة العامة للاستثمار والحبيب طلع هذا اللي يمك رئيس الاتحاد، قال الخدامة 500 خو، مو أنا أقول، هو طلع. أسعار ما ذكرت سعر بطلال ما قلت. الحين الدراسة هذه إحنا في طور التحقق منها، يمكن يكون مبالغين في السعر، يمكن يكون عندك السعر. لا ما عندي رقم ابدا ابدا الحين باللحظه هذه ابدا ما عندي رقم. طيب وش حي ابو طلال، شفت التقرير؟ ايه كنت تهاجمهم؟ هذا من اسبوعين والحمد نعم. لله اليوم كان يعني من الايام السعيده عندي حقيقه نعم. ورحت عرس تو قضبوني مبروك نعم. اعلنوا ان الشركة خلاص نعم. راح يبون ربويين، راح يبون نعم. بالسعر اللي انا قلته يعني نعم. قال ما يتعدى 600 يعني دون ان شاء الله 600 نعم. 550 عكس ما كان يهاجموني. انت هذا التصريح في الجريده اللي طالع معانا اليوم نعم. اعتقد طلع شو اسمه من اول امس تزاعلنا معهم كاحطوا نعم. تزاعلنا معاهم في الجلسه قبل اسبوعين ثلاثه، ثاروا مجلس الأمة نعم. الوزير شخصيا كلمني أنا نعم. قال لي كامل أنا قلت لك خلاص شهر ثمانية تخيل اليوم الكل يقول لي كامل ليش صار لنا ثلاث سنين مو يوم ولا يومين، ثلاث سنين من قرينا القانون شهر خمسة نعم. 2015 اليوم شهر ستة، باقي أسبوع عند الشهر ستة نعم. يقروا القانون تشتغل، تصدق ولا ما تصدق نعم. اليورو 17 دولة ذيك الساعة قرروا يسوون عملة موحدة خلال ثلاث سنين من 99 ل 2001 صحيح. سووا اليورو واشتغلوا وبلش اليورو في كل دول أوروبية، ايش دعوة؟ نعم. احنا شنو؟ هذول شوف اجتماعاتهم يتجمعون ويروحون، يعني شركة وشركة أنا أعتقد مفيدة نعم. تخلي الأسرة الكويتية تستقر صحيح طبعا. طيب وطلال اليوم ما بين الأسبوعين وتصريح اليوم شو تقول لهم؟ عاد خلي حق الشعب، ما أنا والله ما ودي أنا أشوف، أنا يعني بحياتي كلها ماني نجري ولا أني من هذول الناس اللي صار فوق. الله يتمم عليك إن شاء الله. نبي بهداوة، شوف البلد ما تمشي بالإصلاح، أنا أقول عسى الله يتمم عليهم نعم. لا أوروبيين ها أوروبيات وعربيات نعم. واللي قبل موجودين نعم. فان شاء الله شيء زين، اهم شيء احنا نبي استقرار الاسره. طيب الكويتية. طيب وطلال اليوم انا بدخل معاك هم في محور الخدم، اليوم شفنا تصريحات وشفنا امور تبشر بالخير، بس هذا الكلام هم سمعناه بالسابق وسمعنا وعود انه باكر وعقبه وبعد شهرين وبعد ثلاثه، اليوم الناس قامت تخاف، يقول لك صرحتونا قلتونا من قبل. لا خلاص لو ينا يعني تعشم المواطن وما شاف شيء. لا حين خلاص بعد عقب تصريح الرئيس اليوم، لا إله إلا الله، أقول الحين نرفع للعقاب. زين الرئيس ونائب الرئيس طلعوا وقالوا هذا الخبر اليوم مو خبر سهل، هذا أعلنوا التشغيل وأعلنوا أسعار، أنا قايل لهم يعني نطمن الناس. إيه لا الأمور طيبة، قايل لهم أمور طيبة وكل شيء، أنا أعرف الكلام هذا اللي قالوه في البداية ما كانوا يبون يقولونه، لكن الحمد لله قالوا وطلع رسمي وانا عارف الدراسه وشون صارت وش قالوا الجماعه وقالوا خشوا كل هذا عرفه، بس اخر شيء الحمد لله بدام اليوم اعلن الرئيس. طيب واللي قال راح احلق شواربي؟ هذا عاد واحد من اصحاب المكان، هذا ما يتحداني انا، هذا يتحدى قانون حطته الدوله، يتحدى مجلس امه، يتحدى الدوله، ما يتحداني انا ما يهمني تحلق شواربك كيفك، اعلق شواربك، بس انا يهمني الشركه تشتغل والناس ترتاح، بس انا هذا تدري من امتى على قانون، من يوم انا ضابط شايله في جنيف حضرنا فيه نعم. هذا
اسم الدراسات مو كلام يعني اللي يقول لي كامل شرك، لا لا دراسات حقيقية. يمكن اليوم طلعت الملفات بيكم فيها، أعتقد عندكم دراسات حقيقية، شون منو راح تجيبون، شنو أسعارهم، شنو دورنا. أنا ويا جماعتي ويا الله يذكره بالخير جبر العنزي وعبد الله العلي سوينا عقد قسما بالله، يا أن قام في وكيل وزارة الشؤون في قاعة الاجتماعات مالت المنظمات الدولية قاعد يطلبوننا نسوي عقود ثلاثية، قلنا هذا احنا منفذينه، هو قالوا منفذينه الكويت هالسنة وبيعطونا اياه بنعممه في دول الخليج. قاموا يمكن 1000 واحد قاموا يصفقون حق دولة الكويت، احنا سويناه انا يعني بطلال. ما دام تقول عقود وفي اتفاقات، هذه شركة شركتك. ايه ها انت بتصيري مثل سعدون حماد. نسمع. لا اكبر دليل ان في عيوزه جت لك وعندك الموضوع. لا شوفي بقول لك شيء، انا بالنسبه لي هذه الشركه ما شركه حكوميه، ما في مجال ابدا. شوف 10% يملكونها الخطوط الجويه الكويتيه، 10% الهيئه العامه للاستثمارات، 10% تامينات اجتماعيه، تامينات اجتماعيه 10 و60 الله يذكرها بالخير ام احمد. ام احمد يوم صار صراع بيننا وبين الناس حقيقه، هذه وزيره الشؤون طبعا الله يعطيها العافيه، وزيره الشؤون هذه المره اللي تشكر. قالت لي كامل تعال تعال، وانا معصب ها، كان تقول اعطيك 5 مليون دينار من اتحاد الجمعيات وروح لا تقول حق احد، حطنا. واخوي عبد الواحد قعدت معاه قلت له قاعد يحاربونا الا يبون جهاد جاهدنا. وكان يقول لي اخذ الكويتيه عشان تنزل الاسعار، اخذ الايتام عشان شؤون القصر، اخذ المتقاعدين علشان التامينات، اخذ الاستثمارات عشان يديرون. وام احمد الله يذكرها بالخير والشيخ مشعل الاحمد اعطاني كتاب رسمي، نعم قال هاك استخدمه هذا 10% انا بشتري حق ربعي اسهم عشان نعطي شو اسمه. وكل الناس ترى اليوم كل الكويت فرحانه. صحيح. صحيح. والله اليوم من ساعه شفت لي واحد شايب يحبني يقول صارت، قلت له ايش دراك؟ الحمد لله. قال مكتوبه في الجرايد. وبعد خوش اعلان انهم بيبون اوروبيات، بيبون يعني انا ماني مع الاوروبيات بس على الاقل جزء كبير من العوائل تبي اوروبيه تاخذ اوروبيه. والله تبي عربيه تاخذ عربيه، بس تظل الباجي حق الكويت. يعني خوف الموضوع هذا اوروبيات وعربيات ممكن يسوي مشاكل بالمستقبل. انا ما ادري هذا الكلام، لا تقول لي اياه. الكلام مكتوب اليوم في جريده الراي. وقال رئيس مجلس اداره، انا طبعا ما بيقول ولا برقبتي ولا شيء، انا صاحب القانون مع زملائي النواب طلعنا القانون من 3 سنين، شويه عتبان عليهم انه ما خلصوا مبكر، لكن في نفس الوقت اليوم نشكرهم. نعم. ونتمنى ان شاء الله التوفيق وتطلع شركه العماله ويتنافسون هم ويا اصحاب المكاتب. نعم. اي اكيد خلي يتنافسون، خلي يصير منافسه. ترى قبل يمكن 40 سنه واحنا صغار نشوف بقالات، كان في كل سكه بقاله. صح. اصحابها كلها رياهيل كويتيين كبار شياب يقعدون فيها، قالوا بنسوي جمعيات سكرهم، ما حد زعل. والله انا ناديتهم الله يشهد. نعم. ناديتهم قلت له انتم فريقين، فريق يسوي شركة وفريق يسوي شركة ثانية والحكومة تدعمكم. وكان عندي وكيل الله يذكره بالخير مساعد مشحان قال لي كامل جو هيد. نادوني مجلس الوزراء قعدنا بس شنوا علي حرب. الحمد لله الأمور صارت بخير والأمور طيبة والحين ارتحنا وطلع القرار رسمي وإن شاء الله راح تبلش الشركة والناس كلها راح ترتاح. بدال 1500 و2000 دينار بتصير 400 و500 دينار الأمور إن شاء الله. هو اليوم في قدرة المواطن اليوم من 600 إن شاء الله. شيء طيب زين. الحمد احنا راح نطلع فاصل وراح نتكلم بعد الفاصل عن الشنق الخليجي اللي ما ندري عنه وين وصل. اوه عندكم كل شيء. هذه الصور، هذه الفيزا بطلاده تشوفها بالتلفزيون ويانا. هاي الكويتيه، هذه الفيزا الكويتيه، شوفوا شعار الكويت بالنص. هذه الفيزا الخليجيه اللي هي تصدر من الكويت، تصدر من الكويت. اي هذه هي هذه هذه مالت المملكه العربيه السعوديه. يعني جاهزه والله مسويها كامله. شوف شوف على الشمال. اذا اللي بعدها شوف على الشمال فوق. علم المملكة، علم المملكة. ايه اللي بعدهم استاذ خالد، اللي بعدها الصورة دول خليجية اعتقد الستة بنفس الموضوع اللي هي الفيزا يعني. نعم. نفس النظام بس كل دولة لها شعار، دولة لها شعار. ان شاء الله يعتمدون هذه انا قدمت.
حي ابو طلال، كنا نسولف عن الشنغن الخليجي وكان لك لقاء مع زميل احمد الفضلي وتكلمت عن هذا الموضوع، وين وصل الشنغن؟ هذا الشنغن انا قدمته في مجلس سابق وعلى طول طلع امين عام مجلس وزراء الداخليه العرب. نعم. قال عندنا موجود راح ينزل. نعم. اعتقد اذا مشت القطارات، انا اجتمعوا معي الفريق المعد. نعم. حق القطار في الكويت والطرق اللي بيسوونها راح يدشون فيها. طبعا هذا حق في البدايه، راح انا حاطين منها بعد الامور على الهواء كان موجود. ايه؟ بعد الصور. نعم. بعضها راح يكون حق الدكاتره مثل. نعم. انت عندك مستشفى تبي الدكتور تحط لك حق الدكاتره الزينين في دول الخليج يتنقلون. في المستشفيات للعلاج تحطه حق، انت عندك شركاتك في الخليج المدير العام مالك يروح. نعم. يتنقل. في البدايه راح يكون كذي بين التجار، حتى اخذني الله يذكره بالخير وكيلنا السابق الوكيل احمد الرييب سعاده محافظ الفروانيه. نعم. المبارك الكبير الحالي وداني معاه سيده هناك وحطوه، قال دزوه خلينا من طرف مدير عام اجتماع مدراء العامون وزراء. نعم. الداخليه العرب، ورحنا والله وديته وحطوه واتفقنا عليه. حتى الامارات قال تعال نوقع معاكم مباشر هم وعمان، وقلت لهم قال له احنا نبي تصير على منظومه وزراء الداخليه الخليج كله. بس وطلعنا وايد ترى نسمع اجتماعات ولجان وقطارات الحين قاعد تتكلم فيها، متى بنشوفها؟ هل بي الله بيد فينا بعمرنا اليوم بنشوف هالقطارات ولا نسمع فيها بس؟ انت لا اله الا الله، اول شيء راح تشوفها عمرك صغير. ها لا ترى شكلي بيبي فيس بس. ايه. عرفت؟ وما تشيبون انت الخوال بعد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. فرح تشوف والله يعطيك العمر ان شاء الله وتشوفه. ايه. وانت بعد؟ لا لا بتشوفونها ان شاء الله. انا بالنسبه لي الان ماني دعوه، بس انا قدمتها. نعم. يمكن قبل 5 سنين يوم انا ضابط. نعم. رحنا وقدمناها واستانسوا منه، ومشروع مفيد ويسوي حركه اقتصاديه داخل البلد. يعني هذا واحد من المشاريع انا قدمت. نعم. وايد مشاريع يوم انا ضابط ويوم انا يعني نعم. 2040 ما ادري. لا 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 الحين المملكه العربيه السعوديه وايد من شو اسمه. نعم. قطار. احنا قطارنا صغير يمكن يدق سلف هني لفه واحده ولا خلاص الكويت. إيه. لكن الباجي احنا ان شاء الله امرنا سهل، ما تطول مثل ما يطول في المملكه او في الدول. ديرتنا صغيره الحمد لله، بس عشان تربط مع دول الخليج. فهذا الشنغن الخليجي وايد استانسوا منه ان شاء الله، حتى المسؤولين. حتى يوم حطيته في الجريده طلعت فيه مقابله عندكم. نعم. وايد كان لا صدى كبير. ايه لا صدى كبير. نعم. شيء بالعكس يربطك اليوم، اي شيء يربطك بالخليج والله احنا نتمنى ان يكون عرفت حق الاقتصاد بلد وحده. ايه. ان شاء الله حق الاقتصاد حق. نعم. كل شيء ينفع. ابو طلال شوي راح نتكلم عن الجانب السياسي، وكنت محضر نفسك حق حل المجلس في 3-5. لا اعوذ بالله، لا لا انا ضد مبدا اقعد حل. انا ابي استقرار حق وطني، انا ابي استقرار حق بلدي. مو شنو لمي كامل او زيد او عبيد، كلنا جايين نخدم الوطن. لا يمكن اي اليوم انا يمكن اللي عرفني يقول لي جاهز حالك، قلت الله لا يقول. احنا طلابين مناصب، احنا نبي استقرار حق الوطن، نبي استقرار حق البلد، نبي نشوف عيالنا يطلعون، عيالنا يجون، مشاريع تطلع، افتتاح هني، مجمع هني، عمار، هذا اللي الواحد يبيه. ما نبي هالنجره وهالصيحه، وهذا يحفر حق هذا، وهذا يغلط على هذا، بالعكس انا اقول دائما الله يوفق اي واحد يعمل حق الوطن، حق بيته، حق اهله، حق الجميع. لا تفكرون هذا يهدم وهذا يسوي. طيب نبي كلنا اليوم نبني. شوف اليوم انت قاعد تتكلم ابو طلال في كلام منطقي جدا، لكن الناس اليوم لها رؤيه ثانيه، دائما ماخذه فكره عن النواب انه يدور مصلحته. هذا الدارج. لا لا انا اكلمك على الناس اليوم، الناخب نفسه لما يقعد يتكلم عن النائب، لا هذه مصلحته اليوم يجيني وباشر ما يدري عني. تسمع الكلام بالدواوين ابو طلال؟ اي اي طبعا طبعا. الناخب شوف لازم تحترم كل نائب، لان النائب ما طلع الا من الشارع. انت اللي اخترتيه، انت مو انت مختار. نعم. النائب مالك تبي تغيره السنه الجايه غيره، اذا خلصت 4 سنين غيره. كيفهم هم اختاروا كامل نجحوه طلعوه الاول، وهم اختاروا كامل طلعوه الثامن. نعم. وهم اختاروا كامل ما الله وفقه. بس يبقى لا تعاتب النائب، عاتب المواطن نفسه. نعم. ما يصير اليوم كل ساعه خلكم خلي يصير استقرار بهالبلد. نعم. صدقوني الوضع مو زين، نفسية الناس مو زين. احنا نبي نتفائل بس وايد ناس متضايقين. ترى انا شخص
اتفائل دائما لكن اكون غيري ما يتفائل. بس ابو طلال دائما لما تقول انت المواطن اللي بيتفائل هو ما قاعد يشوف شيء قاعد يصير، كثر طلباته حق المرشح او حق اي شيء قاعد يصير لما قاعد يشوف حل. من اختار النواب؟ مو هو مو المواطن؟ من اختار النائب هذا؟ مو المواطن يتحمل؟ اكو مشاريع قاعد تطلع بس مو في مستوى الطموح، لكن هو اللي يتحمل. من اختار النائب هذا؟ هو اللي اختاره. روح للحين، الحين راغبة، روح حاسبة. أما تين تقولين ما يسوون، لا مو انت، مو انت رشحتيهم، انت من صوتي حقه؟ أنا ما أقول، ما رحت. انت من صوتي حقه؟ روح حاسبة. مساع تقولين أنا مصوت لا أنا قاعد أقول لك بعدين بعد الهوى منو صوت لك، ما راح أقول لك أنا منو. لازم إحنا المواطنين نروح نحاسبهم، نقول له أنت ماشي غلط، أنت ماشي صح، أنت قواك الله، أنت مو زين. انتوا تختارون. انت بس مطلعته قبل يوم دخلنا في محور 3-5 انت على طول رديت قلت لي لا 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 ما كنت افكر هذا التفكير. هل اليوم انت اعتزلت الترشح مره ثانيه ولا اعتزلت على الفتره هذه؟ لا لا ما اعتزلت، لكن انا اتمنى استمرار المجلس لنهايه ينجز، بس ابي ينجز. ما ابي مجد الصراعات، ما ابي مجد الصياح، ابي انجاز. نبي اليوم نشوف الزملاء قاعدين كلهم على طاولة مستديرة، يجون يقعدون يتناقشون يختارون الأفضل يسوون حق بلدهم. ما نبي الصياح والصلاة. ده شايف الصياح وين وصل أبو طلال؟ إيه الكل، حتى المجلس، حتى الحكومة، حتى الحكومة. يعني أنا بالنسبة لي أنا أعتب على الحكومة. هذا قانون شركة عمالة منزلية يطول 3 سنين ويهم كل بيت. قسما بالله كل وزير يقول لي كامل خل الوزراء اكثر من الله يذكره بالخير محمد الخالد هم جاهد مثلي فقير. يقول لي وروح يسال، هو اللي سال السؤال هذا حق الخارجيه يوم يبولنا الاسعار، قايل حق وكيل الخارجيه او قايل حق اخو معالي وزير الخارجيه، يقول كامل يعطينا يابو الاسعار هذه، مو انا اللي جايب هاي، مو اسعار كامل عوضي. كلهم ما قدروا يسوون هذا المشروع. إذا مو منهم من الهيئة العامة للاستثمار تعالوا أبيكم خلال أسبوعين ثلاثة تخلصون، ما أنطر والله يطلع نائب ولا يطلع صاحب الاقتراح يهددنا. مشروع صار وقانون خلاص، هذا مفروض بدون قانون خلاص. كامل عنده دراسة، تعالوا قعدوا معنا، قعدوا معاي. ترى 5 وزراء يوم أنا ضابط، منهم مصطفى الشمالي، فاضل صفر، الاخت وزيرة بنت اماني بورسلي، كلهم قعدوا معي. قال خلال شهر بنخلصها، بعدين وقف. ما فيها ما فيها ورا. احنا نقول الله يعدل الامور. احنا عندنا بنهدي شويه، بنوريك صوره من رجعك للذكريات. يلا شوف لكم الصور عاد نشوفها. يلا نادي يرموك. نادي يلا نادي يرموك. هذا ناديك صح؟ أوه. لا اله الا الله. ايه نادي يلعب في كرة يد. لعبت فيه لما دشيت صرت ملازم. نعم. وبعدين ما رحت، الله يذكره بالخير. يجينا خليفة السعد أول. نعم. أول اللي تبي تغري اللاعب تجيب له، يقول تعال أعطيك درنك سوت يوم أول، تعال كمل. صحيح. أقول له يجيب درنك سوت بعدين أجيكم يا حليل. إنزين لما كنت ملازم وقتها ليش ما كملت؟ بعد من دشيت الحياة العسكرية. نعم. خلاص التزمت، يمكن قعدت 2 سنين ضابط في الدوريات. نعم. وبعدين اختارني الله يطول بعمره ويصحي ان شاء الله. آمين. الفريق عبد الحميد الحجي، وعملت معاه مدير مكتبه سكرتيره. لا. لمدير مكتبه يمكن 17 سنه لما صرت مقدم. بعدين صار محافظ طلبني الشيخ محمد، راح حق الشيخ محمد خالد قال باخذ كامل. نعم. كان يقول له الشيخ محمد دكس انا ما اعرفه، قال كامل من خيره الضباط، تاخذه عندك شو تسوي فيه؟ دقوا علي تليفون، دق علي واحد من ربع محمد عبد الحميد الحجي اسمه محمد الخبيزي الله يذكره بالخير ابو مشاري، قال لي كامل توه عبد الحميد راح حق الوزير، والوزير قال حق محمد جمعه، قال لا انا ما ارضى كامل ابيه، انا ما لي علاقه مع محمد الخالد، اختار خلي يختار المكان اللي يبيه. مختار كان اقول له ابي مدير. قاعد تشوف الصور اللي ويانا. كان يقول لي لا ايك الله إيه هذا خليل، قاعد اعطيك ذكريات. هذا عصام النهام. لا اله الا الله. هذا اعتقد ترقينا هني، هاي معالي وزير. نعم. الله من خيرة الوزارة. الله يشافيه يا رب. الله يشافيه يا رب. ابو طلال اليوم شو اللي يميزك انت في وزارة الداخلية؟ للامانة انا بقول معلومة يمكن الناس تعرفها ولا ما تعرفها.
اليوم كثير من الاصدقاء لي يدرون ان انا اليوم بقابلك، سالت عنك، قلت لهم يا جماعه شلون هذا الرجل يوم كان بالداخليه؟ اكثر من شخص سواء كانوا مدنيين او عسكريين، الكل اشاد فيك، الكل يحبك، يقول هذا الانسان فعلا كان طيب القلب، يعني كان اخو واب قبل لا يكون مسؤول علينا. هذه شهاده قدام الناس لازم اوصلك اياها، وما هي مجامله للامانه، مو كلام من عندي. الناس انا سالتهم عملوا معاك بالهجره، تحديدا بالهجره، مدنيين وعسكريين. لا اله الا الله، شلون كسبت قلوب الناس هذه؟ لا اله الا الله. انا اقول لك، انا بابي مفتوح، يدش علي الفقير، يدش علي القني، يدش علي الاجنبي، يدش علي الكل، احترمه. واللي يصير امشي الاخت او الاخ او هالهندي او هالباكستاني، اللي يجي احترم الجميع. فهذول الناس يعني الله يذكره بالخير الشيخ مشعل الاحمد يقول حق واحد، يقول له صيروا مثل كامل، صيروا مثل كامل، كان يقول له طول العمر يدري ان شركتك يمشيها. قال شوف انا عندي مندوبين ما حد يعرفهم، انا ما اعرفهم، ايوني مدحونه، يحترم الجميع، مشى اساس. هو انا اول ما صرت مدير عام ناديتهم قلت تعالوا قعدوا، هاي يذكرون كلهم الحين يشوفوني يقولون. قعدت مدير، مساعد مدير، رئيس قسم، قلت لهم تدري انا ايش وصلني على هالكرسي؟ قلت خلاص انا وصلت القمه بالنسبه لي. كي يضحكون، قال والله ودنا نعرف. قلت لان احترمت الناس كلهم. اليوم ليابولي معامله شفت فيها هذه مالت الوزير الفلاني ولا هاي مالت الشيخ الفلاني، اوقعها على طول، اقول له سلم على اذا تصير. اذا تصير نعم. سلم عليه، قول له يسلم عليك كامل. نعم. ويروح. حتى الله يرحمه الشيخ سعد كان عنده مندوب يمني كله يجيني يقول له سلم عليه، يقول له سلم عليه، بس ما يعرفك، يقول انا اعرف الدكتور عبد الرحمن. قلت له انا اعرفه، هو ما يعرفني. الله يرحمك. اثنينهم توفوا، هذا المندوب. فهذه سياستي. صحيح. اقول له اذا ما مشيته ودق عليك يروح له، يقول له ترى ما مشاني، قال يبينا ندق عليه هذا. هذا فيه ما فيه. صحيح. وساعات يقطون كلمات كبيره. انت الا يصير مشي، خلي يقول هذا ولد اوادم محترم خلوق. صحيح. كل هذا ترى انا اقوله حق ربعي كلهم، وقلت لهم في اول اجتماع هذا اللي نجحني. نعم. اللي يصير امشي. نعم. واللي ما يصير، اذا ما يصير لك انت ما يصير حق هذا، ما يصير حق هذا، ما يصير طبعا اكيد. للكل ما يصير. الحمد لله. هذا سر النجاح، ما يبي له شيء. النجاح يبي لك بس بطل ضروسك واضحك في الناس، مو يجيك واحد جايب لك معامله كنا طالب من ابوك فلوس. معامله اذا يصير بالشيء هذا ما يحصل عند البعض حاليا، ما يحصل عند البعض كذي. هذا اللي كذي. احنا قبل لا نختم بنوريك صوره لها ذكرى. عندك صور؟ احنا صورنا وايد. اي تفضل. نبي تعليقك على الصوره. في القاهره. نعم. في القاهره الملك سلمان. نعم. دعانا خادم الحرمين. نعم. الشريفين، قال حق ابو علي مرزوق. نعم. وين ربعك؟ ما شفناهم، كان عندهم توقيع عقود في شو اسمه، فعلى طول شي يقول لي يجيبهم باشر عندي. كنا قاعدين ورا شويه لان احنا جايين اوريدي متاخرين، فكنا قاعدين ورا، قال تعالوا داعيكم، داعيكم خادم الحرمين الشريفين. نعم. ورحنا سلمنا عليه ووقفنا معاه وقال لنا هالكلمات اللي الواحد يستانس لسمعها. نعم. من ملك سلمان الله يطول بعمره ويخلي المملكة ويخلي الخليج كله. الخليج كله. نعم. احنا اليوم سعدنا في لقائك. الله يسلمك. ووايد مبسوطين. وبرد اقول لك لزقرتي. الله يطول عمرك. الكلمة الأخيرة تحب تقولها؟ لا كبر، ما عندي والله شيء أقوله. أقول إن شاء الله عسى الله يحفظ الكويت، يحفظ أهل الكويت، ويجمعنا دائما على الخير وعلى المحبة، ونشوف إن شاء الله. أنا يهمني مجلس الأمة، لأنه هو الأداة اللي لازم تصير هي مكان الاستقرار. والله يجمعهم كلهم أخوة يشتغلون حق الكويت وحق الشعب الكويت. ما عندي شيء أقوله إلا بعد قواك الله ويعطيك العافية، وأشكركم أنتم كذلك. انت ناديتوني سعدنا في لقائك اليوم. الله يطول عمرك. انا اسعد طبعا لك كل التوفيق. ها فيصل شنو عندنا؟ احنا بعد الفاصل ان شاء الله عندنا مناف العبدال وزينب العلي.